حيث قام مواطن آخر من مدينة بغداد بمجهود فردي ونقل التراب وطمر الحفر الموجودة في أحد الشوارع في ظل غياب دور البلدية وأمانة بغداد. السلام عليكم. السلام عليكم. هاي ليش الطم بالحفر؟ ليش الطم بيهن؟ طمبين على مود السيارات. ها؟ على مود السيارات. منطيك فلوس؟ منطيك فلوس لو ببلاش هاي؟ ببلاش. بارك الله فيك. الله يكثر من امثالك ويحفظك الله ان شاء الله. الله يحفظك يا طيب.